لو الحكاية فيها إن فيتو. النهارده حضرتك عيد ميلاد أبو تريكة، حابب توجه له إيه النهارده؟ تقول له إيه؟ محمد حب نهاية كلها، نهاية كلها بتحبه. تمام. محمد ابن حلال، محمد كان محطوط في نهاية، ولو كان لو كان قاعد في نهاية كنا رشحناه عضو مجلس الشعب. تمام. رئيس جمهورية كمان. تمام. محمد حبيبي أخ ليا. حابب تقول له حاجة تانية؟ قول له أحمد السيد يسلم عليك يا محمد. اللاعب أبو تريكة هيبقى لك إيه؟ تمام، حابب توجه له ايه النهارده بمناسبه عيد ميلاده؟ بقول له طبعا كل سنه وانت طيب. تمام. انا بحبك يا غالي، ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. احنا بنقول كل سنه وانت طيب، ايام فرحتنا واسعدتنا كتير جدا، وما نقدرش ننسى اللي انت عملته. تمام. وبنقول له ربنا يعينه. تمام. ان شاء الله يرجع بلده سالم وغني ان شاء الله. بنقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. تمام. بصراحه الكره المصريه اخترت نجم زيك. تمام. انت شرف لاي حد. تمام. حابب تقول له تاني؟ اقول له استفدنا كتير في الماتش بتاع الاهلي. اقول له كل سنه وانت طيب، وكنا نتمنى ان نشوفك في كاس العالم. تمام. حابب تقول له تاني؟ ورب يخليك لنا يا رب، وان شاء الله نشوفك في مصر قريب. طيب ربنا يرجعنا بالسلامه ان شاء الله. الناس هنا بتحبه ولا ايه؟ ايه؟ الناس هنا؟ كلهم بيحبوه يعني. وحابب تقول له تاني؟ ربنا يتمم بك يا رب في كل ما بيتمناه. تمام. حابه يرجع تاني البلد ولا ايه؟ ان شاء الله. كل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب ورجعنا بالسلامه. تمام. حابب تقول له تاني؟ فرحكش كتير هو في الماتشات؟ فرحني كتير قوي. تاخر نوم من بلدك؟ كل سنه هو طيب. ونفسي اشوفه هو الصراحه لعيب ماهر. والله يعني بنشكره ان هو لعب كبير وكويس، ويعني ربنا يخليه لمصر وتعالى ربنا يرجعه البلد تاني يا رب.